المباراة مباراة ثقافية، مباراة وعي. فإن رأيت أناسا نسبوا شكليا إلى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا، فقول إن قولكم إننا جند الله وحزب الله كلام فيه مبالغة وفيه شك. اللي أقصده لما تقرأ القرآن إيه؟ أن النصر دائما شيء مفاجئ. اوعوا حد يضحك عليك، اوعوا تقعوا في الفخ، اوعوا تفرطوا في الشرعية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي هذه الحلقة نتناول كيف تحول الشعب التركي المسلم من شعب أعزل فجأة في لحظات إلى شعب مسلح يقاتل ويشتبك بالسلاح مع قوات الانقلاب العسكري الخائن تنفيذا للأوامر الصادرة من قائد المخابرات التركية المسلمة بالاشتباك حتى الموت. كيف لهذا الشعب تحول لذلك في لحظات فقط، ولماذا لم يهتف سلمية سلمية كما عندنا في مصر؟ معنا شاهد عيان على ذلك، الأستاذ رضا أبو دراع الباحث في المجال الإسلامي، وهو من مسلمي الجزائر ومقيم في تركيا المسلمة منذ 6 سنوات. أهلا بك أستاذ رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا أستاذ صابر، حياكم. أستاذ رضا، حضرتك أين كنت لحظة الانقلاب العسكري وماذا شاهدت تحديدا؟ في البداية كنت جالس في مقهى داخل إستوريا، وهو على شارع الوطن جدسي، هو شارع الوطن الكبير اللي وقعت فيه بداية الأحداث والتي تقع فيه أيضا أمنيات الفاتح، يعني أمنيات فاتح هي مديرية أمن إسطنبول. مديرية أمن إسطنبول، نعم. الشاهد أنه وإحنا جلسين لاحظنا حركات غير عادية، تسارع في الحركة بين الناس، ثم بعد ذلك بدأت الرسائل تصل عن طريق الواتساب أنه هناك تمرد عسكري من أصدقائي أتراك ومن أيضا أصدقائي عرب كانوا في رحلة أسرية على الكوبري اللي هي كوبري إسطنبول سلطان محمد الفاتح، اللي أول ما أغلقوه الآليات العسكرية والاستيلاء على المنافذ الحيوية في إسطنبول. نعم. ففي البداية فعلا كانت حركة غير عادية، فماذا فعلت أنا بحسي كباحث سياسي وإعلامي وصحفي؟ فحملت جوالي ورحت وقفت هيك، قلت أنا أقف إذا وحدت شيء أكيد حتكون حركة غريبة على مستوى الأمنيات. نعم. فالحدث هذا قادني إلى دوار الأمنيات، شفته عند محطة المترو. أيوة. محطة أمنيات مترو فادح. بقيت جالس هيك، يعني على بعد 50 متر أو 30 متر أو 20 متر. لا، حوالي 50 متر من إستوريا تقريبا. هو المشاهد لا يعرف أين إستوريا، لكن نقول على بعد 50 متر من أمنيات فاتح، عشان المشاهد في مصر فقط لا يعرف، أو المشاهد في العالم العربي لا يعرف إستوريا. لا، 15 متر. 15 متر بعيد عن مديرية أمن إسطنبول. 15 متر على مديرية أمن إسطنبول كبرى. نعم. يعني مش فرع. أيوة. هي الأمنيات. فإيش حدث؟ وإذا مباشرة نرى آليات عسكرية من وراء كوبري توبكابي أولوباتلي، من وراء جدال القسطنطينية. نعم. جاية مقتربة. نعم. أنا تيقنت أن هذا خلاص انقلاب عسكري واضح، لأن خلاص آليات عسكرية. فتفاجأت أن هناك سيارات لأصحاب البلدية، عمال البلدية، سيارات نظافة، شاحنات نظافة، عمال النظافة، عمال نظافة، وسيارات الإطفاء، شاحنات الإطفاء، وباصات وحافلات النقل الحضري بيجوا بينزلوا من شارع أكدينيس وجايين من دوار أقصراي ورايحين شكلوا حاجز قبالة الأمنيات. يعني هو السيارات النقل بتاع النظافة والأتوبيسات النقل العام، نعم، قفلت الشارع، قفلت الشارع الجاي لأمنيات الفاتح، اللي جاي من شارع الوطن من جهة السور القسطنطينية، يعني دخولا إلى إسطنبول. أيوة. حتى يملأوا الدبابات والآليات العسكرية القادمة من هناك. لأن جاءت ربما من جهة خارج سور إسطنبول. نعم. فإيش حدث؟ أنا تفاجأت، يعني مباشرة شفت ناس نازلين اللي هي جماعة، هم ملتحيين بزي صوفي، زي صوفي معروف في إسطنبول. أيوة. من جماعة إسماعيل آغا أفندي. أيوة. فقلت لهم إيش؟ قالوا لي دربة، يعني انقلاب. فأنا بقيت هيك معاهم أصور، والصور موجودة أزودكم بها إن شاء الله. نعم. فأول ما حدث إنه بدأ إطلاق النار الدبابات على الناس. لا لا لا، مش دبابات ولا. بدأ إطلاق النار، الحقيقة أنا مش عارف مصدره. أيوة. بس من غيرهم، يعني هم العسكر اللي كانوا هناك. فإحنا تفرقنا. أيوة. هربنا إلى منطقة آمنة حوالي 20-30 متر هيك، دخلنا في البنايات.
بعدين انا صعدت الى بيتي، كان في هناك عندي ضيوف اخوه، قلت لهم والله انقلاب. فتحنا واذا نسمع اردوغان يتكلم، الرئيس رجب طيب اردوغان يتكلم على الهاتف انزلوا. بس الغريب انه هذا الناس نزلوا حتى قبل نداء اردوغان، يعني كان توجيه واضح انه من شيوخهم ومن شيء يعني الامر في الطريقه الصوفيه. فهذه كانت بداية الحركة. بعدين أنا لما سمعت النزول خلاص أخذت شاحن الهاتف. وأنا بس أوضح للمشاهد الأستاذ رضا فقط أنه الطرق الصوفية في تركيا تعني الطرق المجاهدة في سبيل الله، عكس العالم العربي اللي الطرق الصوفية عميلة للإنجليز والأمريكان لا العكس تماما بدليل يعني هنا طريقة صوفية أنت عضو طريقة، أنت مجاهد في سبيل الله ضد الكفار وأعداء المسلمين. نعم. وسنأتي لذلك يعني بس لا هقول لك أكثر من ذلك. صابر شو أقول لك شو صار؟ هنجعل حلقة للطرق الصوفية في تركيا لكن نكمل الانقلاب. لا خليني مع الانقلاب، ما هو الفاصل يعني واللي ميز فشل الانقلاب أنه كان على الوصف تأتينا رسائل من هنا اسطنبول من ناس محسوبين على السلفية بيقول لك ابقوا في بيوتكم، والمشايخ الصوفية بيقول لك انزلوا واشتبك حتى الموت. Yeah. ايه والله هيك يعني. وكانوا هم فعلا راس الحربه اللي اشتبكت واللي سقطوا منهم قتلى الحقيقه من الطرق الصوفيه. اي نعم، هي طريقه النقشبنديه لاسماعيل اغا افندي. نعم هذا شهاده لله. تاتي على التليفون المحمول اشتباك حتى الموت. اشتباك حتى الموت. نعم. ونحن نازلين وبالتكبير بسم الله يا الله والله اكبر، وبدأ الوفود تنزل بعد نداء أردوغان. كانت تلبية واسعة منقطعة النظير. شارع أكدينيس اللي نازل من فوسي باشا اللي قريب من المسجد الفاتح وينزل مباشرة على دوار شارع الوطن اللي قريب من أمنية الفاتح، امتلأ عن آخره. وطبعا الحشود كانت تتكدس عند نقطة الاتصال بين أكدينيس وبين شارع الوطن. ليش؟ لأنه شاحنات الحافلات وأيضا شاحنات العمال النظافة كانوا غلقينه حتى ما يصلون أيضا يعني الانقلابيين لا يطلعوا الى الفاتح فيطوقوا ربما الجماعه ويطوقوا المسجد وغير ذلك، لانها هي جماعه نافذه يعني وهي ايضا الوعاء الانتخابي لحزب العداله والتنميه في اسطنبول يعني تقريبا. ايش حدث؟ احنا نازلين والشرطه امامنا سيارتي شرطه والله العظيم بيصفقوا لنا ويكبروا ويقولنا تعالوا. الشرطة كانت تكبر؟ اي نعم الشرطة كانت تكبر تحديداً. نعم كانت تقول بسم الله مثلها يا الله بسم الله الله أكبر. وكانت الشرطي اللي نزل من الأمنيات قال لابد من تشكيل درع واقي بشري. الأمنيات أهم شيء لأن كنا متوجهين نحو اللي هي مديرية الأمن، هي الأمنيات يعني هي مديرية الأمن يعني على الأطراف تبع اسطنبول. نعم. اللي فيها الأرشيف وفيها مخازن الأسلحة يعني حساس جدا يعني مكان حيوي جدا. نعم. أمني. وإحنا كنا بطبيعتنا مدنيين يعني وين رايحين المحافظة، رايحين بلدية اسطنبول. نعم. لا قالنا الأمنيات هي أهم للحماية، إحنا حنحمي الداخل وحنحميكم طوق عليكم وأنتم شكلوا الدرع الواقي لدرع بشري واقي. واحنا نشكل الدرع البشري الواقي جاءت مروحيه عسكريه وبدات ترمي علينا. مروحيه عسكريه تطلق الرصاص بس ما رايت اصابات، بس كان طلق رصاص يعني. نعم. فما ادري اذا كانت علينا مباشره او كان فقط لتفريقنا الله اعلم. نعم. ما كانت هاي. فاحنا شو سوينا؟ الناس ما في البدايه ارتبكت بعدين ثبتت، والشرطه فعلا كانت تتكلم مع الناس وانا سمعتهم بيقول لكم احنا سنحميكم انزلوا احنا سنحميكم وإذا تطلب الأمر سنسلحكم. شفتوا ماذا قالت؟ إحنا سنحميكم وإذا تطلب الأمر إحنا سنسلحكم، سنسلح الشعب والاشتباك الشفرة الاشتباك حتى الموت. مش مستحيل نفرط في التجربة الديمقراطية والحريات والكذا واللي إحنا إيش مستحيل نفرط في الوطن، وهذا مجموعة محتلة انقلابية. وهو نفس الخطاب اللي تبنى أردوغان عندما قال انزلوا. إيش قال؟ قال أن هؤلاء لا ينتمون للجيش التركي، أن الآليات العسكرية لا تنتمي للجيش التركي وأنها قوات محتلة. قوات محتلة. قل لا قوات محتلة. احتلال أجنبي. فالناس إن نزلة تقاوم احتلال. كأنها. بهذه الفكرة. هذه قوات أمريكا قوات فرنسا جاءت تحتل تركيا المسلمة. هم بغض النظر منين مش تركية. نازلين بهيك أنها قوات غازية. قوات احتلال. ومش كلامي أنا ولا تحليل. نعم. ولا كلامهم. أن هؤلاء كذا، حتى أن الشفرة كانت عند المخابرات الاشتباك حتى الموت، والشفرة كانت عند الناس اللي نزلوا أن إسطنبول تفتح بالتكبير، مستلهمين الحديث أن القسطنطينية تفتح بالتكبير. مش عارف أنا يعني الإسقاط صحيح مو صحيح، هم معتقدينها يعني. ماذا كانوا يهتفون أستاذ رضا؟ كانوا يقولون أن هذا احتلال
وسنفتحها بالتكبير وسنشتبك حتى الموت. وهذا اللي لاحظته أنا. طب هوضح فقط للمشاهد أنه الشعب التركي المسلم في المسلسلات التاريخية في تركيا والأفلام التاريخية بيتم تقديم أن محاولات الانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة اللي هي السلطة الشرعية سواء كان السلطان أو الحكومة سواء أنها منتخبة بأنها تكون دائما ذراع لجهة أجنبية صليبية تقوم بالانقلاب تمهيدا لاحتلال البلد المسلم أو البلاد المسلمين. فبالتالي ممكن تكون أنا أزعم أنه الدراما التركية في الست سنوات خمس سنوات الأخيرة لعبت نقلة نوعية في توعية الشعب التركي. أيوة. خاصة سنأتي لنكمل حسب الدرجة الفاتحة. أسأل حق سؤال بعد. طيب خلينا أكمل لك الأحداث كما رأيتها أنا. نعم. يعني لا زيادة إن شاء الله ولا نقصان بإذن الله. بعدين إحنا ماذا فعلنا؟ توجهنا لكثرة جاية شفت النزلة من أكدينيس نزل على شارع الوطن. أيوة. بعدين النزلة اللي جاية من وطن جاء من ملة جدسي شارع الملة شفت. أيوة. إسطنبول قاطعتها طرق أساسية كبيرة. نعم. اللي هي طريق الساحل وطريق ملة جدسي وطريق الوطن الجدسي. نعم. صح؟ اللي فوق طريق الوطن الجدسي فيه نزلة هيك نزلة. أيوة. على الدوار أيضا. نعم. وإذا بحشود كالأمواج نزلة أيضا. يعني فتشجعنا إيش ورحنا للبلدية. أيوة. رايح للبلدية لأن خلاص الأمنيات مقر محافظة إسطنبول. أي محافظة إسطنبول لأن الأمنيات خلاص يعني ما فيش مكان موطئ قدم للشعب كلها محتل يعني. نعم. احتل المكان ودخل الأمنيات وحتى دخل الأمنيات بيحمل المستندات وبيحمل المكاتب وبيحمل كل شيء يعني. فإحنا توجهنا للأمنيات وبحكم أني عربي وكذا مستحيل أني أدخل فضلت أني ما أدخل حتى ما أثير شبهة وكذا. نعم. فروحنا إحنا على المحافظة. إحنا لما وصلنا عند كبري أقصراي عند الساعة عند جسر أقصراي. نعم. طلع على الشمال اللي بيطلعك على المحافظة. نعم. وجدنا المكان منغلق يعني وإحنا رايحين لما اقتربنا عند النفق اللي أمام على بعد كم متر من مقر محافظة إسطنبول الكبري المكان تواجدك يعني على بعد كم تقريبا من المحافظة حوالي 30 متر. 30 متر. 30. نعم. متر من جهة الطريق. ماذا وقعت؟ ماذا هناك وقع مباشرة؟ أنا ما رأيت من هناك أن الأمن ولا العسكر موجودين. هم كانوا موجودين بس أنا ما رأيتهم لأن هيك صعدة هيك. آه. هيك صعدة هم موجودين هيك فمجال الرؤية عندي ما فيش. نعم. بس إيش اللي وقع؟ بدأ إطلاق النار. نعم. هو بدأ إطلاق النار وطبعا أنا أريد أن أشير أن كل أطياف الشعب التركي كانت نزلة المتحجبات الغير متحجبات أصحاب اللحى أصحاب الخراس كلهم كانوا متواجدين هناك السفيرات كل نعم هم كنا كثيرات يعني وكنا بالعكس يعني سأقول لك شيء عجيب يعني لما بدأ إطلاق النار ثبتوا مين اللي ثبتوا؟ الناس كلهم أيوه. كلهم ثبتوا بس لما بدأت الإصابات وبدأوا يجيبوا أنا أمامي رأيت 10 إصابات. نعم. 8 إصابات كانت في الرجل ما بين القدم والفخذ وكانت سيارات الأجرة وسيارات العادية تأتي تأخذهم يعني كان كل واحد من هناك يسقط بيجروه للخلف ويأخذوه وأنا مصورهم وثقها يعني. نعم. 10 إصابات في هكذا كانت 8 إصابات بين القدم والفخذ وكانت إصابة واحدة في الصدر عفوا في البطن وكانت إصابة واحدة في الصدر اللي هو الشيخ الكبير اللي صلى عليه أردوغان صديقه. نعم. وكان من قيادات ورؤوس الجماعة جماعة إسماعيل آغا أفندي. نعم. وكان كان في الخط الأول هو. نعم. يعني فقتل رحمة الله عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء يعني. هذا الذي حدث وبقى كذلك رحت مقر محافظة إسطنبول هو. نعم. اللي جاء على الواتس أب في المجموعة الانقلاب للواتس أب اللي كانوا عاملينها إن هم سيطروا بالفعل على بلدية مقر محافظة إسطنبول وبيسمى بتركي بلدية إسطنبول. نعم. لا أنا ما رأيش السيطرة. ماذا كانت ماذا المواجهة حدث. بعدين جت الشرطة اشتبكوا معهم وهم تراجعوا مع قوات العسكر بس الناس بقوا إلى صلاة الفجر. بعدين ساعتين من الانقلاب بدأ ينحسر. أيوة. واحنا بطلقات النار وبالاصابات بس انا اللي شفت 10 فقط. أيوة. اللي احصيتها شفت 10. ايوه. ايش اللي حدث؟ بعدين ساعتين بدات تاتي الاخبار انه على الكوبري بدات الامور تتجه نحو الانفراج. نعم. واعلن بعد 3 ساعات ان خروج رئيس الحكومه. نعم. ايضا انه بدات الامور ترجع للسيطره وان رئيس الاستخبارات والجيش الخاص في الجيش واعلنوا الاشتباك حتى الموت وانهم بداوا يظهرون الانقلاب يعني بدات البشارات بفشل الانقلاب. نعم. شو حدث؟ بدات الاليات العسكريه والجنود يتراجعون ويمتنعون عن الاطلاق النار بس في البدايات كان شراسه
لما انهزموا يعني. لما بدأت بشائر الانهزام. نعم. بس في البداية كانت شراسة وكانت شدة في التعامل مع الناس. حتى أصدقائي اللي في الكوبري ما خلوهم يمروا واضطروهم أنهم يبقوا مع عائلاتهم برا الكوبري. القوات العسكري. نعم القوات العسكري. إلى أن تم انحساره. وبدأت الحشود أيضا تصل تباعا ما توقفت إطلاقا حتى جاءت الساعة الرابعة وتقريبا قلت 80% إسطنبول بدأت تنحسر عنها المحررة وأعلن أنه الأمر تحت السيطرة على الأقل في إسطنبول لكن بقى الطيران الحربي فوق رؤوسنا. الطيران الحربي ما توقف حتى إلى غاية صلاة الفجر. لما ذهبنا نصلي صلاة الفجر وصلاة النصر لأن جاءت رسالة من المشايخ ومن الناس أن نتوجه لمسجد الفاتح نصلي صلاة النصر. إيه ما صلاة النصر هذه؟ صلاة النصر هي معروفة في الإسلام أنه بعد أي رد عدوان غازي أو دفع صائل بنصلي صلاة النصر وصلاة صلاة البشرى يعني أن الله فتح عليهم النصر على الكفار النصر على الغزاة. نعم فالنصر على الغزاة فوحنا بنصلي والطيران فوقنا والناس ما راحت ومسجد ساحة الفاتح كلها ممتلئة وكانت طائرة تخترق جدار الصوت وكان صوت رهيب جدا صوت رهيب جدا كل إسطنبول كانوا يسمعونه لكن كان فوق رؤوسنا تحديدا يعني فوق البلدية وفوق الأمنيات وفوق مسجد الفاتح. نعم. منطقة الفاتح تحديدا يعني. نعم. والحمد لله رب العالمين مباشرة بعد طلوع الفجر توقف الطيران وبدأ ظهرت الصور أن الشعب أخذ السلاح. هناك نقطة فاتتني طبعا عند الفاتح الشعب اشتبك مع العسكر وهناك أبطال من الشعب التركي اشتبكوا بالأيدي وأخذوا سلاح العسكر استولوا على السلاح. نعم استولوا على السلاح العسكري. استولوا على السلاح وأتركوا في أيديهم والشرطة ما أخذتها منهم حتى بعدين بدأ انحسار الانقلاب سلموه للشرطة. الصورة مشهورة أنه على الكوبري التركي اللي حامل الحزام وبيضرب العسكر. بس هناك يعني جزئية أنه مش كل العسكر تجرؤوا على إطلاق النار. هي. أغلبهم امتنعوا عن إطلاق النار. هي. بس كانت إطلاق النار ربما من ناس معروفين. هو طبعا في البداية بيبقى في ناس يعني عسكر طلع مش عارفة يرحى فيه. أو لسه لم يتم تبزيتها نقتله. كان واضح. بس لو أطلقوا النار هم كلهم يعني كنا حنروح يفرمونا كنا صراحة. هي. ما كان فينا ولا واحد يخرج حي. نعم. يعني هذه الصراحة يعني. فالحمد لله الطيران توقف. طب الشعب التركي هل حمل السلاح أم لم يحمل السلاح؟ لا لا لم يحمل السلاح لأن التعليمات كانت واضحة أن الشرطة هي التي سوف تحميهم. فإذا ما استطاع الشرطة المخازن مفتوحة وحيسلح الشعب التركي. هذه كانت رسالة واضحة عندهم. نعم. كانت رسالة طب واضحة. أستاذ رضا هل هدف المتظاهرون في مواجهة الدبابات الانقلاب العسكري الخائنة هل هدف قوات سلمية سلمية؟ مفهوم السلمية لم يكن حاضرا بالمفهوم اللي عايرناه عندنا في الدول العربية في مصر أو حتى في الجزائر. حد أنت عارف بتعرف تركيا أستاذ رضا؟ نعم. هل بتعرف تركيا ولا لا؟ لا بعرف تركي وبفهم عليهم يعني. نعم. تركيا تنكسر شوي بس أفهم عليهم. في ورد أي هتاف سلمية سلمية؟ لا لا ما فيش بالعكس كان التكبير والتهليل والاشتباك حتى الموت هذا اللي كانوا بيقولوه أنهم ما يتراجعوا حتى الموت كلهم لأنه كانوا متيقنين. أنا واحد تركي قال لي إذا رجعنا خطوة كلنا يا في السجون يا في المقابر. يعني هذه كانت الصورة. وبعدين موقف أردوغان كان مثبت لكل الشعب التركي. ليش؟ لأنه في عز الانقلاب ولسه ما حسمت قال لهم اسبقوني إلى المطار وأنا جايكم هناك. حقود فشل الانقلاب من المطار. وتعرف أن الانقلاب أول ما استولى على الملف الحيوي والمطار. أي نعم. فكانت شجاعة منهم انقطعة النظير الحقيقة وكان مخاطرة بنفسه يعني. نعم. فهذا العامل قوى جدا الشعب التركي أنه ثبت ولله الحمد ما طلع الفجر إلا والناس بتصلي صلاة النصر يعني. طب أستاذ رضا فيه هل في حد قال يعني ننبذ العنف لا تشتبكوا مع قوات الانقلاب العسكري الخونة هؤلاء ونبز العنف يا جماعة وكلام من ده ولا ما؟ لا لا ما سمعنا إطلاقا مثل هذا الحديث لم يسمع بالعكس يعني كانت. طب لما الشباب كانوا بيهجموا على الدبابات ويستولون عليها وينزعون السلاح من الخونة الانقلابيين كانوا يصفونهم بكل الألقاب يا خونة تقتلون الشعب التركي أنتم أعداء دولتكم كيف تجرأتم أنكم تقوموا بهذا العمل ليس لكم ذمة عند الله ستكونون ملعونين أبد الدهر. هذه كلها كلمات كانت تقال لهم مباشرة يعني. وأننا ما فيش إحنا أخوات ولا حاجة بالكلام ده. نعم يعني ما فيش متظاهرين قال لهم إحنا أخواتكم وأنتم أخواتنا وكلام من هذا. لا 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 أنا ما سمعت بهذا أبدا. اللي سمعته أنهم يصفونهم بالخونة وبالانقلابيين وبالمحتلين وأنهم سيحررون إسطنبول ويحررون البلد.
هذا اللي هذا الخطاب الوحيد اللي كان منتشر. محدش قال ده العسكري ده غلبان ولا كلام من ده. لا يا بخير يا راجل. الناس نزلت موت ولازم اكفها وانا شفت واحد تركي بنزل معاه سطو ماء بيغتسل على يغتسل على ثيابه حتى اذا قتل بيقتل على طهاره وشهيد يعني. لا طب المساجد يا استاذ رضا ايه علاقتها يعني؟ اي والله المساجد ما الذي حدث في المساجد؟ لا نقطه مهمه جدا يعني. مع الساعه الثانيه جاء الامر من الثانية من الانقلاب يعني الساعه 12 بالليل. نعم هو بدا الساعه 10 تقريبا. الساعه 12 ليلا؟ لا هو بدا قبل بس احنا اللي شفناه شفنا الساعه 10. نعم المساجد جاء امر من وزير الاوقاف والشؤون الدينيه انه على المساجد ان تبدا بالتهليلات والتكبيرات وتنير المآذن وتدعو الى النزول والى الثبات والى الشهاده والى فتح البلد والى ظهر الانقلابيين والمحتلين والغزاة. وتبنوا خطاب أردوغان أن هذه قوات محتلة وأن هذه الدبابات. ما الذي سمعته من المآذن وحاجة تعرف اللغة التركية؟ أيوة ماذا يعني كان يقول خطباء المسلمين الأتراك يعني في دعواتهم يعني؟ أيها الناس هذا يومكم أنقذوا بلدكم وقاوموا المحتل. قاوموا المحتل. قاوموا المحتل الغزاة. ما سموهم حتى انقلابيين، كانت العبارة احتلال. ما كانت تركيا مولانا لو قلتها لنا بالتركي الزرقاء. نعم قلنا العباره اللي قالها بالتركي. والله هم قالوا يعني درب اولماز يعني انقلاب ممنوع، وقالوا تكبير ات يعني بالتكبيرات. بالنسبه للمقاومه قالوا هو عربيه ثبات يعني احنا بنفهمها ايضا. الثبات اولمسوس يعني ثبت حتى الموت. وفين كلمه الاحتلال؟ الاحتلال هي والله ما اذكرها بس اللي ترجمها لي الاتراك، وكانوا ايضا عراقيين تركمان يفهموا مني ترجموني. بس المترجم في الجزيره كان واضح انه قال انه الاليات العسكريه لا تنتمي الى الجيش التركي. طب يا استاذ رضا يعني عندنا في مصر مثلا قيادات الاخوان المسلمين حاليا اصدرت تعليمات للمتظاهرين في مصر ممنوع تقولوا الله اكبر، ممنوع تقولوا لا اله الا الله، ممنوع تقولوا الاسلام هو الحل، يعني ممنوع تقول ارفع رأسك أنت مسلم أو ارفع رأسك لن تركع أمة قائدة محمد. يعني تعليمات الصدر من قتل الإخوان للمتظاهرين في مصر بألا يذكروا أي هتاف إسلامي ينم عن الديانة اللي احنا كمسلمين حتى لا نغضب العلمانيين بقى سواء الشيوعيين أو الليبراليين أو الشمامين وما إلى ذلك. وطبعا المساجد في مصر خارج نطاق الخدمة من يوم الأول مقابل العسكري. يعني هنا الشعب التركي مش قال يعني ممنوع يا جماعه ما نقولش ان نقول محدش يقول الله اكبر ومحدش يقول لا اله الا الله، حدش يقول ربنا ينصرنا على المحتلين لان هذا فيه تسييس للدين؟ هل هنا المساجد تستخدم في الصراع السياسي؟ ده لم يرد في عقليه الشعب التركي. لا شوف انا اقول لك، انا واضح اشكال العلمانيين هنا في تركيا وواضح اشكال الملتزمين هنا في تركيا بين قوسين. ايوه تمام. اللي كانوا بيكبروا وبيهللوا ويدعو للجهاد هم العلمانيين. يدعو لله؟ يدعون للجهاد ويدعون للمقاومة ويدعو بالتكبير وبيقولوا إن حنموت شهداء، وكان الشباب بيهرب وهم بيثبتوهم. هادو السافرات المتبرجات اللي محسوبين على التيار العلماني كانوا بيقولوا إيه بقى؟ بيثبتوا وبيقاتلوا حتى النهاية والاشتباك حتى الموت. الستات؟ الستات إيه؟ كانوا بسين يدول يا مولانا؟ عارف. لا يعني أنا أقصد ما هو ممكن تكون واحدة مش محجبة غير ملتزمة دينية، لكن ممكن تكون واحده لابسه شورت مثلا. يعني هم علمانيات لابسين شورتات ولابسين هذا وصدرهم باين يعني ستات ما تضحناش على لا والله لا يعني احكي لنا بس احنا بننقل الواقع. لا الواقع قلت لك سافرات يعني مش في سيدات لابسين يعني فانيلات بحمالات يعني بدون اكمام ولابسين شورت ونزلوا لابسين لباس انت كمسلم ما يجوزلكش النظر فيه. ايوه اللي هو يعني معلش بس نوضح، هو فيه اللي مش محجبه خالص برضو يعني فعلا مش محجبه بس ممكن تكون لابسه محتشم مثلا. لا لكن الستات اللي حضرتك شفتهم دول كان فيهم ايه وايه يعني؟ يعني شوف لنا تفصيلا يعني باب ان المشاهد يعرف هي دي محجبه ولا ست مسلمه لكن غير متدينه ولا واحده يعني لا شوف علمانيه خالص بتلبس شورت مثلا. ساقول لك عقليه وطبيعه قول اللبس بس الخارجي الاول وبعد كده لا خليني اقول لك العقليه. ممكن تجدها لابسه لباس سافر بس هي يعني ارائها وتوجهاتها ربما اكثر من اي واحد عند ربما انت تسميه سلفي وملتزم. يعني ازاي يا مولانا؟ يعني مثلا في الانفاق في سبيل الله انا رايتها مع السوريين في غزه في كذا بينزعوا ذهبهم بينزعوا شنطتها كلها تفرغها من المال وتاتي انفاق عجيب وهي لبسه سافره يعني. لا شعب التركي غير
الشعب التركي له محددات أخرى. يعني إحنا ما كناش نعرف هذه الأمور بس عشناها عرفناهم يعني. فاللباس ليس هو عنوان ما في الداخل. لهذا أقول لك اللي حدث في الليلة هذه أنه التوجهات السياسية والصفات اللباس وصفات مظاهر الالتزام لم تكن هي المحددة والفارقة. كل شيء يعني ارتفع، كل شيء ضرب عنه صفحا، وحاضر شيء اسمه الإيمان واسمه الحرية. اثنين كانوا يدفعوا على شيء، كانوا يثبتوا بشيء اسمه إيمان ويدفعوا على شيء اسمه حرية ومكاسب حققوها في هذا البلد. هذا الخطاب الوحيد اللي كان سائد بينهم. أي. وفعلا في الخطوط الأولى نفس هذه السافرة كانت أمام ذلك الملتحي نفسها يعني، وكانوا بيدفعوا وكانوا بيضربوا مع بعض وكذا. هذا رأيناه، وهذا من ربما ما يميز التجربة التركية يعني. طب أستاذ رضا، لو يعني باعتبارك عشت في تركيا من 6 سنوات، يعني نفسية الشعب التركي المسلم، عندنا أن الشعب أو الصورة في العالم العربي أن الشعب التركي المسلم ده شعب مثلا بيدار على خمرة، على ارتكاب فحشة، الناس قاعدة في الخمرات مثلا، الستات ماشية في الشارع لابسة شورت، فكيف لهذه الصورة يعني فجأة نجد هذا الشعب شعب محارب، شعب مقاتل، شعب يشتبك فورا مع الدبابات، شعب مدرب ماذا يفعل عندما يجد قوات خائنة سواء من الداخل أو من الخارج تدخل بلده، ماذا يفعل فورا؟ قلت عمال النظافة وقفوا قدام الدبابات بالعربات، وقبل خطاب أردوغان، وقبل خطاب أردوغان، قبل دعوة أردوغان للنزول كانت الأمور كانت خلاص، كانت الشاحنات وكذا غلق المنافذ الاستراتيجية لشارع الفاتح. يعني واضح أن في الفاتح شعب مدرب وواعي ومنظم ويعرف ماذا يفعل إذا وجد خيانة من قوات أي مكان. وما تنساش أنهم فاتوا على 4 انقلابات وهذا الخامس، هذه محاولة الخامسة. طب نفسية الشعب التركي يا أستاذ رضا، ما أنا قلت لك يعني عندهم مكاسب ورأوا آثار الانقلابات شو سوت في تركيا. وبعدين فكرة أن الشعب التركي بتاع خمرة وبتاع كذا، يعني كأي شعب فيه الصالح والطالح هذا موجود. بس الآن في 12 سنة الأخيرة هذه، وخاصة 10 سنوات الأخيرة و 6 سنوات الأخيرة اللي شفتها أنا وعايشتها، النقلة نوعية غير مقارنة ما بين تركيا قبل 10 سنوات وتركيا الآن. لا، هذا الحزب العلماني اللي مرجعيته خلفيته إسلامية وهو حزب علماني اشتغل، هو حزب أردوغان، هو حزب العدالة والتنمية، حزب أردوغان، هو يعني حزب علماني يعني يقول انه علماني يعني مش مهم. لا لا لا، حلفين على المصحف انه يحترم العلمانيه، يحترم العلمانيه، هذا قانون خلاص. ما يعني مش هبقى بخش في جدال يعني، مشكله هو بيقول انا حزب علماني تمام، بس الخلفيه اسلاميه تمام. هذا الذي يسمح به القانون. ايوه الآن. نعم تفضل. مع الهامش اللي يسمح به القانون وفرض العلمانيه، نعم. شوف ماذا حققوا، المساجد ممتلئه، اي ممتلئه على اخرها، اي تمام. الشباب، الشرطه بتدخل، يعني ربما الشرطه تزاحم في اوقات الصلاه الشعب العادي، واحيانا تسجنهم في الصف الاول ايضا، يعني عمل كثير. وبعدين رجوع الهويه، والهويه العثمانيه رجعت بقوه الان. يعني لا تجد تركي بيقول لك انا علماني، بيقول لك انا من احفاد العثمانيين. استاذ رضا، يعني الغريب واللافت موقف الشرطه التركيه المسلمه، يعني الشرطه موظفين، وعندنا في مصر مثلا الشرطه عندنا في مصر ممكن تبيع ابوها، يعني ممكن تبيع السيسي وتبيع مرسي وتبيع اي حد، يبيع ابوه وابوه وبيع امه يعني. لكن هنا وجدنا الشرطه باسلحه خفيفه تقف امام دبابات وطائرات وتقاتل، وبتقاتل قوات تقول انها الجيش ودخل يقاتل. ازاي الشرطه تجرأت؟ ازاي عندها العقيده؟ وازاي شرطه محدوده التسليح تخرج تقابل قوات جيش وثم تنتصر عليها وتعتقل؟ احنا شفنا كل قوات القبائل العسكريه اعتقلوهم ولعوهم لدوم ملابس داخليه كمان وصوروهم. يعني هناك عوامل كثيره، بس أيه. اهمها ان الشرطه التركيه او استطاعت الدوله التركيه والحكومه التركيه بقياده اردوغان ان تصنع مرجعيه للشعب التركي. الان العرب كلهم يفتقدون المرجعيه، بس الشعب التركي استطاع حزب العداله والتنميه ان يصنع مرجعيه. وهي هناك مرجعية دينية صوفية، وهي صوفية الإمام شامل رحمة الله عليه والأمير عبد القادر، مش صوفية اللي هو مرجعية إسلامية. مرجعية إسلامية دينية، مرجعية دينية صوفية جهادية. صوفية، لا، هي صوفية حرة. الإمام شامل دم في باكستان، في الشيشان. أيوة، إمام شامل في الشيشان كان مجاهد، والأمير عبد القادر في الجزائر مجاهد، يعني مجاهدين، يعني 200 سنة هم يقاتلوا المحتل الإنجليز والفرنسيس. نعم، مش زي الصوفية المخترقة اللي بتولي الإنجليز وتولي الفرنسيس.
يعني احنا في الجزائر كانت عندنا الصوفيه المواليه للفرنسيس يقول لك ربنا جاب باري ونشكر الباري، نشكر الباري اللي ربنا جاب لنا باريس، باريس يعني نشكر الباري على الله جاب لنا باري يعني باريس. نعم. شوف العقليه الذهنيه المختلفه تماما طبعا. نعم. اما هذا فبعقليه عقليه امام شامل وعقليه الامير عبد القادر الاشتباك حتى الموت ومستحيل الدنيه واعطاء القبول بالمحتل، هي واحده. نعم. المرجعيه الدينيه. نعم. استطاع ان يصنع مرجعيه سياسيه. حزب العداله والتنميه اسس ليس فقط لمرجعيه سياسيه كحزب بس لدوله، انه اي واحد تاتي به صناديق الاقتراع لابد ان يحمى. والغريب في الامر انه حزب الشعب الجمهوري الجي هابي اللي هو الحزب العلماني واغلبيته من الطائفه العلويه الحقيقه، يعني كان موقف له عجيب جدا وقال نحن لا نوافق اردوغان في سياسته لكن لا يمكن ان نقبل بالانقلاب، لانهم شافوا وراوا اثر الانقلابات اللي كانت من قبل، وانهم وصلوا الى النقطه الثالثه اللي بدي اقول لك اياها واللي هي جوهريه، انه الان تركيا داخل حلقه النار، كل الحدود التركية مشتعلة أو متوترة، إما مشتعلة أو متوترة، الدب الروسي عند الحدود، أذربيجان مع أرمينيا كذا، أرمينيا قبرص يعني مشتعلة تماما، وهم بيعرفوا أنه أي عدم استقرار أو اختلال سياسي، عدم استقرار سياسي معنى ذلك خضوع تركيا لإملاءات الخارجية. وهذا ما يميز الإنسان التركي، الذهنية التركية قومية، عندها قومية قوية جدا بخلاف الذهنية العربية اللي صنعوا لها قومية هشة متعلقة بزعماء بتاع زعماء يعني كرتونية. أي نعم، هاي واحدة. الشيء الآخر أنه الشرطة التركية منبثقة من الشعب التركي واشتغل عليها أنها حامية للخيار الديمقراطي، هاي واحدة. ثم أن أردوغان أسس الوحدة الخاصة في الجيش، القوات الخاصة، القوات الخاصة. ما هي القوات الخاصة بقى اللي فجأة طلعوا فجأة دول وانتشروا في كل كامل. مكان هو اللواء كامل وسيطر على كل حاجة واحتقلوا العيال الانقلابيين في ثواني. هو لواء كامل مسلح بأرقى وأحدث أنواع الأسلحة. ده حرس ثوري يا مولانا، ده حرس ثوري، حرس رئاسي، هو ده حرس البلد من أي انقلاب. أيوه. وهذا اللي يميز تجربة تركيا عن غيرها من التجارب الجزائرية والمصرية. أيوه. أنهم أسسوا قوة مسلحة تحمي الخيار الشعبي. لما التحمت القوة المسلحة التي تحمي الخيار الشعبي مع القوة الشعبية ذات المرجعية السياسية والدينية حققوا المعجزة. الحرس الثوري هنا أو القوات الخاصة بالتعريف التركي ماذا فعلت وقت الانقلاب العسكري؟ أول شيء استجابت لقيادة المخابرات التركية وكان لها دور فاعل حقيقة. الناس كلها تقول أن المخابرات التركية فشلت في تحديد الانقلاب وكذا، لا هي كان اختراق صحيح بس انها افشلت انقلاب بهذا النوع. وطبعا خليني اقول لك معلش خلينا نحرر المصطلحات، انا اريد استعمل المصطلح اللي استعمله الاتراك. نعم. الاحتلال. ايوه. لانها افشلت الغزو. أيوه. مش الانقلاب. أيوه. لانها افشلت الغزو تحتاج العلامة الكاملة، وهذا الغزو كان مدبر بمؤامرة واضحة الان تخرج المعلومات انها مؤامرة دولية، بدليل أن كل السفارات الأجنبية انتظرت حتى بعد تسليم، بل منها سلم العسكر وليس بيقلل يتكلم عن الانقلاب. والسفارة الأمريكية صرحت في بداية الانقلاب أن هذا انقلاب ضد أردوغان، وهو يعني وانتفاضة شعبية ضد الرئيس أردوغان، انقلاب عسكري وانتفاضة شعبية. والإرسالية من السفارة واضحة وليس مسجلة عندنا، مسجلة في مش مسجلة، هي إرسالية، إرسالية على تويتر. نعم. تغريدة على تويتر. تغريدة على تويتر وليس محفوظة عندنا يعني. أيوة. فهذا اللي ميز التجربة التركية، وهذا اللي جعل القوات الخاصة تشتبك على راحتها وليست مكلفة، يعني الشعب حمى مساحات واسعة ومجالات حيوية واسعة، أعطى للقوات الخاصة أنها تقوم وتعوض النقص العددي أمام قوات الجيش. طيب استاذ رضا، يعني سؤال اخر ولنا حلقات اخرى مع حضرتك، يعني باعتبارك انت راجل يعني اكثر خبره منا في تركيا وفاهم الشعب التركي اكثر مني، والله ان شاء الله يكون لنا حلقات يعني مع حضرتك عن الشعب التركي المسلم وعاداته وتقاليده. سؤال اخير لحضرتك، يعني في ضوء احتكاكت به بالسياسيين الاتراك او المثقفين الاتراك والكتاب والاعلاميين وما الى ذلك، يعني في العالم العربي التيار الاسلامي في مصر يعني اللي انا احتكيت به بقوه يأتي به كتابات الرجل الأمريكي، الرجل الأمريكي جين شارب عن السلمية وسلمية نقوة من الرصاص، دي كل كلام جين شارب الأمريكي
رجل امريكا والتغيير العنف ونبذ العنف وما الى ذلك، وانت لو وقفت وهتفت سلميه هتبقى اقوى وسيب الدبابات تقتلك، كل هذا كلام رجل امريكا جين شارب. فالطار الاسلامي في مصر اصبح عقيدته عقيده امريكيه في الحقيقه، وضعتها امريكا من خلال رجلها جين شارب. هل التيار الاسلامي في تركيا درس لاعضائه كما حدث في مصر والعالم العربي العقيدة الأمريكية خاصة بجين شارب، أن أنتوا استسلموا وقولوا سلميين ونبذ العنف وما إلى ذلك؟ هل هذه ولا هو التيار الإسلامي تيار صوفي جهادي؟ يعني إيه الفرق بين التيار الإسلامي هنا ولا مدى تأثر التيار الإسلامي في تركيا بما يقوله رجل أمريكا جين شارب من السلمية ونبذ العنف والتغيير وحرب العنف والكلام الهلاويس هذا؟ طيب شوف، أنا أعرف تركيا من 2001 ليس فقط من 2006. أنت جيت قبل كده ولا إيه؟ نعم. لا انا هنا من 2001 اروح واجي وابقى، واهلي 16 هنا سنه، يعني 16 سنه واهلي هنا وكبرين هنا واولادي كبرين هنا كمان اولادي كبرين هنا. شوف اقول لك قبل ان اتكلم لك، اعطوهم دروس ما اعطوهم دروس، هذه العداله والتنميه ادلج ما ادلج، لا خليني اقول لك شيء، خليني اكلمك على تركيا وهي في اوج وزهو الدوله العلمانيه. انت حضرت 2001 قبل اردوغان اصلا؟ قبل اردوغان اصلا. تركيا، الدوله التركيه في اوج علمانيتها كانت مسانده للحركات التحررية في أفريقيا الوسطى، الشيشان والفلبين والبوسنة، وكان أثرها واضح، بدليل أن بوتين بعد إسقاط الطائرة ذكر أردوغان بذلك، قال ما نسينا شو سوت الدولة التركية في الشيشان وفي الفلبين وفي إيغورستان وفي البوسنة. تصريحاته موجودة صح؟ أيوه. إيه تصريحاته موجودة. هذا أكلمك عليها. ليش رجع؟ رجع إلى ما زال هناك الموروث العثماني ولو بشكل قومي، هو موروث حربي أصلا جهادي، موروث حربي، وأنهم كانوا قوة عظمى ومسيطرين على المكان وبدهم يرجعوها. هذه موجودة في الذهنية التركية وفي عقلية وفي أساس وروح الدولة التركية، أنهم دولة قوية. نعم. ولابد أن يكون لهم دور أقوى. نعم. تمام. وبدهم يرجعوها. نعم. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله وحيرجعوها إن شاء الله إذا بقوا هيك. المسلمون جميعا معهم. إيه وإن شاء الله. الدولة العثمانية لا تخص الأتراك، تخص العالم الإسلامي. لا انتبه. اللي وقع في تركيا زي ما كان انقلاب مصر الناجح إلى حد الآن. نعم. غم الأمة وكان أثره عكسي. أيوه. فشل الانقلاب هنا حيرجع. بإذن الله. وحتشوف أثره. بإذن الله. مش فقط على مصر، على الأمة الإسلامية. حرر مصر من الاحتلال العسكري الصليبي. يا رب يا رب. الآن أرجع لك إلى حزب العدالة والتنمية. شو سوى؟ حزب العدالة والتنمية منذ أن رجع لم يعرض نفسه أنه حزب نخبوي، أنه حزب شعبي، بل عرض نفسه أنه حزب يخدم الشعب ولكنه ليحمي كل المستضعفين في الأرض. كان خطابه واضح من البداية. روح راجع خطابة أردوغان منذ أن كان رئيس بلدية إلى يومنا هذا. اللاجئين، حماية المسلمين، المسلمين المستضعفين، كانوا مسلمين ولا مسلمين؟ مش حمل يزيديين؟ نعم. مش حمل أكراد؟ نعم. مش حمل المسيحيين اللي جاء؟ نعم. ومش حمل الآن أكبر عدد من اللاجئين من إيران؟ نعم. الشيعة يعني ما عندوش فرق في هذا. أي. كل واحد مستضعف يأتي هنا بحمي. نعم. وأنا منهم. أي. أنا مطالبين بي وكذا ويسلموا، ما سلموني. وقررت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أن تسلمني مرتين، رفعت قضية على وزارة الدفاع. المحكمة، أعلى هيئة محكمة دستورية في البلاد، قضت لصالحي. أي. وغرمت الوزارة. ياه. وتلقيت أنا تعويضات. دخلت فلوس؟ خلت فلوس والله. مش سجنوني؟ خلاص. بس والله ما قدمتها بسبيل الله يعني. ما بديش إياه، بس هذا النقطة هي جعلتني أشعر بنفسي هنا حر. ولهذا كنت بعد. تشعر أنت أجنبي في تركيا؟ لا لا أبدا أبدا، ولو عايق اللغة وعلى كذا ما شعرت بنفسي أجنبي أبدا. حتى بعد فشل الانقلاب كنت أمشي وأقول لأصدقائي وأشوف القمر، أقول لهم نحن القمر، لو ما فشل الانقلاب ما كنت أشوف الليلة. يعني الصراحة. المهم الشاهد الحديث أنه ما زال هناك طريق طويل أمام تركيا، الإسلام في تركيا، في تركيا. طيب أستاذ الحديث مع حضرتك بقي عن الطريقة النقشبندية اللي حضرتك تكلمت عنها ودورها في يعني وهذه العقيدة والعلمانية في تركيا وعادة تقاليد الشعب التركي، يعني اسمح لنا أن تكون لنا مع حضرتك حلقات أخرى في هذا الموضوع بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ رضا أبو دراع، الباحث السياسي من مسلمي الجزائر. شكرا فتح. الله يفتح عليك حياتك. إذا مشاهدينا، الشعب التركي المسلم هو شعب محارب لم تدخل فيه ملوثات رجل أمريكا جين شارب. التيار الإسلامي في تركيا هو تيار إسلامي نقي، وليس مثل التيار الإسلامي في مصر تيار عقيدته أمريكية. أمريكا استولت على عقيدة التيار الإسلامي في مصر من خلال رجلها جين شارب بتاع سلميتنا والحرب اللي عنف وما إلى ذلك كله. فواضح أنه الشعب التركي رغم كل هذه العلمنة إلا أنه ظل شعب
ظل شعبا مسلما مجاهدا محاربا، واشتبك مع قوات الاحتلال الأجنبي العسكرية التي في صورة انقلاب، وقاموا بتحرير تركيا المسلمة. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وانتظرونا في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.